بصراحة يعني بصراحة أنا اترددت كتير جدا قبل الحلقة إن أتكلم في الموضوع اللي هتكلم فيه مع حضراتكم، وهو بخصوص تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق. واسمحوا لي إن أنا أقول كابتن، لأن هو طبعا كان في يوم من الأيام لعيب ممثل النادي الأهلي كلاعب كبير داخل صفوف القلعة الحمراء. فالكابتن مجدي عبد الغني وتصريحاته اللي شفناها من خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك، وفي الحقيقة كانت تصريحات صدمة شوية. في نفس الوقت أنا عايز أتكلم في اتجاه إيه؟ في اتجاه إن مش القصة مش الدفاع عن مسؤول في النادي الأهلي، القصة مش دفاع عن عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، لكن هي القصة دفاع عن كيان النادي الأهلي، عن قيم ومبادئ النادي اللي إحنا اتربينا وتعودنا عليها. بصراحة الواحد شافه ده ملوش أي صلة أو أي علاقة بأي طريقة من الطرق بمبادئ وقيم النادي الأهلي. بتكلم بالتحديد بخصوص تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني يعني، ولو كل الاحترام والتقدير، لان احنا عارفين دايما احنا عندنا في النادي الاهلي كده متربيين على ثوابت معينه، سواء بقى مع مجلس الاداره الحالي، المجلس الاداره اللي قبليه اللي قبله، اي مجلس اداره على مدار التاريخ، دايما كده انت متعود، وانت اكيد متفق معايا وانت بتسمعني كده دلوقتي، انت متعود ان انت لما بتسمع حد بيتكلم وهو بينتمي للنادي الاهلي او كان في يوم من الايام لعيب او مسؤول في نادي الاهلي مثلا، لا بتبقى عارف ان طريقه الكلام بشكل محدد، ما بتخرجش عن الاطار ده، ما بتتكلمش بالفاظ للاسف الشديد الفاظ يعني ما نحبش ان احنا نسمعها. الاسلوب كمان الاهم بالنسبه لي الالفاظ طبعا، تاني حاجه الاسلوب، مش ده اسلوب يا كابتن مجدي، مش ده اسلوب النادي الاهلي خالص، مش ده اسلوب ابن من ابناء النادي الاهلي يا كابتن مجدي. اختلف، ما فيش اي مشكله، قول وجهه نظرك، ما فيش اي مشكله خالص، بس في اطار الطبيعي اللي الناس اتعودت عليه. بالمناسبة أي مجلس إدارة في الدنيا معرض إن هو يخطئ ويصيب. كابتن محمود الخطيب بمجلس إدارته، المهندس محمود طاهر بمجلس إدارته، الكابتن حسن حمدي بمجلس إدارته، حتى الكابتن كمان صالح سليم بمجلس إدارته، أي حد يا جماعة معرض إن هو يخطئ ويصيب. لكن الأسلوب اللي إحنا نتكلم بيه، الطريقة، خصوصا لما أكون محسوب على اسم كبير زي اسم النادي الأهلي، لازم أبقى حاطط في اعتباري دايما إن أنا بتكلم بطريقة تناسب اللي اتعودت عليه جوه النادي الاهلي. للاسف الشديد برضو في ناس كتير جدا ممكن تعيش سنين داخل النادي الاهلي بس ما تشربش من النادي الاهلي حاجه، وفي ناس ممكن تخش يوم واحد ما يبقوش من اولاد النادي بس يشربوا كل حاجه ايجابيه من النادي الاهلي، مبادئ، قيم، اخلاق، اسلوب وطريقه تتكلم بيها. كل الاحترام والتقدير للكابتن مجدي عبد الغني، لكن في نفس الوقت انا هنا مش بدافع عن مسؤول، انا مش بتكلم على مجلس اداره او مش بتكلم على اعضاء لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، الناس دول مش محتاجين ان احنا ندافع عنهم، دول قامات كبيره. لكن لو حضرتك عايز تنتقدهم او عايز تنتقد ايا كان مين هو جوه النادي الاهلي، انتقد بالاسلوب الجيد، الاسلوب الناس تتقبله منك يعني. طب انا عايز اسال الكابتن مجدي عبد الغني سؤال، هل بعد الكلام اللي حضرتك قلته ده تفتكر مثلا ان جمهور الاهلي هيغفر لك يا كابتن مجدي؟ تفتكر مثلا ان جمهور الاهلي هيتعاطف معاك؟ ما اعتقدش خالص. وانا هنا بطالب الكابتن مجدي عبد الغني بحاجتين او حاجه واحده محدده. هي ايه؟ انا مش عايزك تعتذر لا المسؤول ولا العضو لجنه التخطيط ولا تعتذر لاعضاء النادي الاهلي ولا الجمهور، انا عايزك تعتذر لكيان النادي الاهلي. اعتذر لكيان النادي الاهلي يا كابتن مجدي. لان بصراحه اسلوب كان لا يليق اطلاقا باسم النادي الاهلي وباسم لعيب كان موجود داخل النادي ده. فللاسف الشديد للاسف الشديد البعض بيحاول ان هو يركب الترند. بقالي فترة مثلا الدنيا هادية بالنسبة لي مش موجود شوية، لا يلا، خصوصا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، يعني هي دي ظروف ان نتكلم فيها في امور مالهاش لازمة بصراحة. لكن في كل الاحوال في كل الاحوال الاختلاف لازم يكون باسلوب افضل من كده، الاختلاف لازم يكون موجود. انا ما عنديش مشكلة اي حد يختلف يا جماعة مع اي حد جوه النادي الاهلي، ده طبيعي، لكن المؤكد ان في ثوابت جوه النادي الاهلي على مدار مجالس الادارات المختلفه، ثوابت الناس بتمشي من خلالها، سيستم الناس بتمشي من خلاله، اسلوب في الكلام بيبقى محترم، مهذب، راقي، ده اهم شيء، مش الاسلوب اللي احنا شفناه ده يا كابتن مجدي. وانا لاول مره يعني لاول مره هتكلم باسم شخص بشكل مباشر يعني اللي هو الكابتن مجدي عبد الغني، او اوجه كلامي لشخص بشكل مباشر، لان في الحقيقه الواحد زعلان، الواحد زعل لما شاف الطريقه دي والاسلوب ده.